جايز، بأول ابيزود من هالبلاي ليست رح نحكي عن الراوتينج والباكيت فوروردينج. خلونا نبلش. صار منكم بيسألوا شو هو الراوتر، انه شو هي مكنة، سوفتوير، كمبيوتر؟ صراحة نعم، الراوتر هو كمبيوتر. ايه كمبيوتر. انفات اذا بدنا نرجع بالزمن لورا، الفيرست راوتر كان هونيويل 516 ميني كمبيوتر، وبلش استعماله أول مرة بأربانات ب 30 أوت 1969. اليوم وبعد أكثر من 50 سنة صرنا عم نحكي بسوبر راوترز وسوفت ديفايند نتوركس وبأفكار متقدمة جدا. قبل ما نوصل لهالأفكار خلونا نحكي شوي شو بيعمل الراوتر بالتحديد. إن فات الراوتر هو سنتر النتورك، هو اللي بيعمل فورورد للباكتس من السورس على الديستيناسيون. تتذكروا خبرية المشوار على جونيا وكيف كل راوتر على الطريق دلني كيف أوصل؟ أفات الراوتر بيقدر يوصل كذا نتورك ببعضهم، وكل نتورك بيكون كمان مستقل عن التاني. الراوتر هو مثل رومبوان، بس رومبوان ذكي. يعني ناخد هالإكزامبل سوا وبلا ما نغوص أكيد بأسامي المناطق ونكون دقيقين. برومبوان متروبوليتان عنا أربع طرقات بيوصلوا عليها. رح نعتبر كل طريق هي الكابل وكل منطقة هي نتورك. سو مثلاً الاريا A اللي هي سن الفيل هي نتورك موصولة عبر هالطريق على الرومبوا. الاريا B هي مثلاً حرشتابيت وموصولة عبر هيدا الطريق على الرومبوا، ونفس الشيء للاريا C أو المكلس، وللاريا D أو الشفرولي. لنقول السيارات هن الباكتس، والشخص من الشفرولي بده غراض من سي بي إلكترونيكس بحرشتابيت. سي بي إلكترونيكس هي يوزر أو كلاينت بنتورك حرشتابيت، بس تحضر الباكت بتبعته مع درايفر على الرومبوا. يعني بتبعت الباكت على الراوتر، الراوتر اللي بيعرف وين موجود الشفرولي بياخد هالباكي وبيوديها صوبه. يعني كأن الدرايفر وصل على الرومبوا واخد the first exit. هيك بيعمل الراوتر. يعني الراوتر بشكل مختصر مسؤول انه واحد يلاقي أحسن طريقة توصل الباكتس مطرح ما رايحين، يعني يلاقي the best path، واثنين يبعث الباكي على ال correct interface. وليعمل هالمهمة بيستعمل ال routing table يلي هي map أو مثل خريطة بيستعملها ليعرف أي أحسن path ووين موجود بالنتورك. وكمان لازم نقول شغلة إنه الهوست لتبعت الباكي على الراوتر يعني عرفت إنه الباكي رايحة على الديستيناسيون برات النتورك تبعها، وأكيد هيدا بتقدر تعرفها من الأدرس IP. بس كمان هون رح نحكي فيها أكتر بالتفاصيل بالحلقات اللي جاية. خلينا ناخد هالتكنيكال إكزامبل سوا. بالأول لازم نعرف إنه الراوتر منه لحاله ما بيقدر يعرف عند جيرانه شو فيه. يعني الراوتر بيقدر يعرف بس الكونكتد نتوركس اللي عليه، بينما الكونكتد نتوركس عند جيرانه ما بيقدر يعرفهم إلا بحالتين. واحد، إنه جاره يخبره شو في عنده بالتابل دروتاج. اثنين، إنه النتورك أدمينستريتر هو يكتب بإيده الراوت. هلأ لناخد الإكزامبل تبعنا ونشوف على أرض الواقع كيف بتصير الأمور. بالسيناريو اللي عم نشوفه قدامنا في عنا اثنين راوترز، RA وRDU. على RA عنا النتورك A والأدرس تبعه NFDNC Suite N0/24 وموصول على الانترفاس FA00، وعنا كمان النتورك NFDNC Suite 2.0 /24 أكيد اللي هو النتورك B وموصول على السيريال انترفيس على S0/0. على R2 كمان موصول النتورك B وكونكتد على السيريال انترفيس S1/0، وكمان عندنا النتورك C NFDNC Suite 0.3.0/24 وموصول على الانترفيس FA1/0. سو ناو بس عندنا هالكونفيغوراسيون بالراوتينج تيبل تبع كل راوتر بيكون عندنا بس الدايركتلي كونكتد راوترز. مثل ما عم نشوف الRA ما بيعرف إلا النتوركس الكونكتد عليه، والR2 ما بيعرف إلا النتوركس الكونكتد عليه دغري. إذا بنتورك A عم ببعت شيء على نتورك C ووصل لRA بهالستاب، ما بيعرف لمين بده يبعت هالباكي لأن ما بيعرف وين موجود النتورك C. هلأ لنقول بيجي الـ IT Administrator وبيعمل configuration للراوتس وبيقله لراوتر RA انه انت لتوصل على Network C بدك تروح على Network B، هو بيوصلك. وبيقله كمان لنتورك R2 انه اذا بدك توصل على Network A بدك تروح على Network B. طيب اللي رح يصير انه وقتها انا بدي ابعت على Network C وانا مقصود بنتورك A، رح توصل الباكي على الراوتر، رح يشوف انه ليوصلني على نتورك C لازم يبعتني على نتورك B،
وبما انه هو ما بيعرف وين كونكتد هالنتورك رح يعمل فورورد للباكيت تبعي على الانترفيس S0/0. هلا بس توصل على R2 هو بيعرف يبعثها على نتورك C لانها دايركتلي كونكتد ديجا. اوكي جايز، هيدي كانت اول بارت من هالابيزود. بلشنا هالمره بطريقه سريعه تكنيكال اكثر، سو اذا في شيء ما فهمتوه فيكن ترجعوا تحضروا هالفيديو قد ما بدكن. You can leave your questions اكيد بالكومنت سكشن تحت الفيديو. بس تصيروا ردي لقوني على البارت 2.